مرحبا، اسمي عبد الله حسن. أنا موهبتي الحساب الذهني، بديت بيم كنت بالثالث ابتدائي، كان عندنا درس درست تدربت وراها جتنا مسابقة شاركت. ورا أسبوع ورا كم أسبوع يعني نزلت النتائج، طلعت أنا المركز الأول. وراها هم اجت مسابقة مصر على مصر وشاركت بيها كلش هواي دول، وأنا الحمد لله طلعت الأول على العراق. المنتل ماث هو منهاج ياباني، أول شيء المبتدئ يبدي يستخدم آلة اسمها الأباكس، وراها يبدي يصير مستوى أعلى يقدر يعد بدون الأباكس، فيعوف الأباكس ويستخدم هاي. بالبداية نبدي آحاد، وراها من نصير مستوى أعلى نصير عشرات، وراها مئات، وراها يبدي الضرب. وأكو قسمة إحنا بالنسبة إن نعلم المستويات، أنا هسه المستوى الثالث أعلم المستوى الأقل مني اللي هو الثاني والأول. الرياضيات الذكية فائدتها تقوي تعزز الثقة بالنفس، وتقوي خلايا الدماغ، وتخلي الواحد ما ينسى هواية. هي بالبداية فعلاً رياضيات كانت صعبة، بس من دخلت هذا المنهاج يعني صارت أسهل علي، وأقدر أسوي عمليات الضرب وعمليات الجمع والطرح أسهل. يعني أنا بالمستقبل أريد أصير طبيب على مود أنفع العالم وأشافيهم.